السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. النهاردة موضوع مهم جدا هناخده في محاضرة النهاردة بعنوان Switching Basic Configuration Part 2. تعالوا بقى نشوف هناخد ايه النهاردة. أول حاجة هناخد overview على ال SSH Management Connection. أنا ليه سميته SSH Management؟ Management لأنه بروتوكول بيستخدم في إنك تمانج ال Cisco Devices أو أي Network Device أو أي جهاز بيسبورت ال SSH، بحيث إنك تعمل ال Configuration بتاعته، تظبط الجهاز بقى، تعمل أي حاجة عليه بس ريموتلي. وهناخد لاب تشالنجينج لاب داش 2 والتشالنجينج تيست. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نفتح كده الايه الوايت شيت. اقول لكم سر التلنت مصيبة في حد ذاتها، خصوصا لو اللي معاك في النتورك. لو انت عندك مثلا الراوتر ده متصل بسويتش، السويتش ده متصل بجهاز كمبيوتر، اوكي. انا مثلا النتورك بتاعتي 10.0.0.0/24، الراوتر عندك واخد 0.1، البي سي واخد 0.20. فانا لو عايز اخش تيلنت على الراوتر بكتب ايه؟ بكتب تيلنت، اهو بكتب تيلنت مثلا 10.0.0.1، اوكي. طيب ده كلام جميل جدا. فاحنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان التيلنت او اي ريموت كونكشن من ضمنهم التلنت، وهناخد الـ SSH. التلنت أو الـ SSH بيتطلبوا IP، يعني أنا عشان أخش على الجهاز لازم أديله IP. فعشان كده قلنا السبب إن أنا أما يكون عندي البوكس اللي فيها الراوتر، هطلع الراوتر من البوكس، فطبعا لازم اول مره اوصله كونسول. ليه كونسول؟ لان الكونسول مش بيشترط في الكونكشن، ان انا عشان اوصل نفسي للراوتر مش مشترط اي بي، فقط هو بيعتمد على السيريال كوميونيكيشن. ف anyway انا بستخدم الكونسول عشان اعمل كونفيجريشن، ادي الراوتر اي بي، ثم اشغل التلنت او الاس اس اتش او الاثنين مع بعض، وبعد كده احط بقى الراوتر ايه في الراكه وابدا اشتغل ريموت كونفيجريشن او ريموت كونكشن، واعمل الكونفيجريشن بتاعتي عادي جدا. بس الفكره في التلنت، التلنت مشكلته كالاتي. التلنت لو انا بعت مثلا كتبت تلنت 10.0.0.1، الراوتر هيطلب مني يوزر نيم وباسورد. الموضوع فيه مخاطره كبيره جدا. ليه؟ تعالوا نضيف الجهاز ده. الجهاز ده مثلا هفترض ان الاي بي بتاعه 10.0.0.30. لو الجهاز ده اوكي واحد شخص كده بيحب الهاكينج والكلام ده كله، جه دور على تكنيك زي تكنيك الارب سبوف، وقدر يشوف الارب سبوف بمنتهى البساطه ان هو ضحك على الجهاز ده وضحك على الراوتر، وحط نفسه في منتصف الكونكشن ما بين البي سي والراوتر. لو انا عندي ده نقطتين كده ما بينهم خط، ده البي سي وده الراوتر، والبي سي هيبعت داتا، هيبعت ايه؟ هيبعت داتا، ده خط الكوميونيكيشن، هيبعت داتا الى الراوتر. لو الجهاز اللي هو 10.0.0.30 حط نفسه في منتصف الكونكشن، والبي سي فاتح الراوتر تيلنت وجي مثلا يدخل يوزر نيم وباسورد، ثم بدا بقى يدخل الكونفيجريشن بتاعته على الراوتر، الداتا دي يا جماعه اللي بتروح من البي سي للراوتر بتروح ان كلير تكست. يعني ايه بتروح ان كلير تكست؟ مش متشفره. طبعا احنا اتكلمنا في المحاضرات السابقه عن المفهوم الانكريبشن والديكريبشن، فطبعا انا كده كده هعيده مره تانية مفهوم الانكريبشن والديكريبشن. بس ايه فايده الانكريبشن؟ وده اللي بيميز الاس اس اتش. الاس اس اتش بيقول لك طالما التلنت، طالما مثلا يا باشمهندس احمد انت التلنت عندك في مشكله، ان البي سي اما يجي يبعت الداتا للراوتر من ضمنها اليوزر نيم والباسورد من ضمنها الكونفيجريشن والكلام ده كله، بتروح ان كلير تكست، وبالتالي لو اي واحد عمل سنيفنج للداتا او مسار الداتا، عمل سنيفنج هيشوف المعلومات كلها. فانا اوكي انا هعمل لك تقنيه الانكريبشن. تعالوا مثلا او هنشفر الداتا. تعالوا مثلا ايه ده بالنسبه بقى للمبتدئين، هو يعني ايه الانكريبشن؟ بمنتهى البساطه انا هبعت مثلا للراوتر 1 كلمه هاي، اوكي. طيب انا
عند بتفق مع راوتر 1 طبعا، لانك انت اللي بتحط مثلا، انت بتحط الكونفيجريشن على الراوتر وانت اللي بتروح على البي سي، فانت بتحط بقى ايه اسلوب في التشفير متفق عليه ما بين الاي بي سي والراوتر. بمثلا انا هبعت كلمه هاي من البي سي للراوتر، فانا قلت للراوتر او البي سي الاتنين مع بعض قلت لهم خلي بالكو، تمام؟ انا كلمه هاي هبعتها من البي سي للراوتر، انا كلمه هاي هضيف عليها الجوريزم، الجوريزم التشفير اسمه انكريبشن، انكريبشن الجوريزم، تمام؟ يعني تعالوا مثلا بمنتهى البساطه، انا كلمه هاي دي مثلا بفرض ان هي تحويلتها بالباينري 0 1 0، اوكي؟ طيب انا هروح للبي سي والراوتر هقول خلي بالكو، لو انا هعمل انكريبشن، هعمل انكريبشن معناها ان انا مثلا هعمل هجمع على الديجيتس بتاعتي مثلا 1 0، اوكي؟ ف 0 1 هنا تديني 1، 1 0 تديني 1، فدي 0 1 1. طب ده كلام جميل. وانا لو عندي 0 1 1 وعايز اعمل لها ديكريبشن، عايز اعمل لها ديكريبشن، هعمل ايه؟ هعمل الاتي. فاول مثلا ديجيت هنا هقوم احوله اللي هعكسه، تمام؟ وفي تاني ديجيت ده هخليه زي ما هو، وتالت ديجيت مثلا هخليه مثلا زي ما هو. فانا كده عملت انكريبشن، انكريبشن يعني انا مسكت الداتا الاصليه بتاعتي وحولت الشكل بتاعها. طب انا لو حولت الشكل بتاعها وجيت نقلت الزيرو واحد واحد من البي سي الى الراوتر، جه الجهاز ده عمل سنيفنج عليها. طيب الجهاز ده لو شاف الداتا متشفره هو مش هيعرف الداتا دي معناها ايه، هتبقى بالنسبه له مش مفهومه، وده قوة مفهوم التشفير. طب ممكن واحد يقول لي ما هو لو فاهم يا باشمهندس ازاي يعمل لها ديكريبشن هيعرف يرد الداتا، او هيعرف يرد الانكريبتد داتا الى ان انكريبتد داتا اللي هي هيردها ل 0 1 0. اقول لك اه بصوا يا جماعة، مفهوم اللي انا علمت عملت ايديوكيت كده للبي سي والراوتر ازاي يعمل انكريبت زائد ازاي يعمل ديكريبت، تمام؟ ده اسمه انكريبشن كي، انكريبشن، انكريبشن مش انكريبشن كي بقى، انكريبشن ديكريبشن كي، ديكريبشن، ديكريبشن كي، تمام كده؟ فانا لو انا عملت ايديوكيت للبي سي والراوتر ازاي البي سي ازاي تفك ازاي تشفر وتفك التشفيره، والراوتر ازاي تفك تشفر وتفك التشفيره، فالايديوكيشن ده الالجوريزم اللي انا بعلمه للبي سي وبالراوتر ده اسمه كده الانكريبشن ديكريبشن كي. الحاله اللي فيها البي سي لو عمل سنيف للداتا الانكريبتد ويقدر يفكها يعمل لها ديكريبشن هو انه يكون معايا الانكريبشن والديكريبشن كي. خلي بالكم يا جماعه، انا وريتكم مفهوم التشفير باسلوب مبسط قوي، لكن هو على الحقيقه بيبقى معقد شويه طبعا، بيبقى فيه طبعا كلام كتير جدا واساليب كتير والكلام ده كله. طبعا ده ان شاء الله باذن الله هناخده بتلاحق المحاضرات، ولكن انا بفهمك الفكره او البذره بتاعت الفكره ماشيه ازاي. anyway ال SSH بيتفوق على التلنت اللي هو بيعمل عمليه الانكريبشن والديكريبشن، فبيشفر الداتا في انتقالها من نقطه الى نقطه، فبالتالي اي حد عمل سنيفنج على الداتا مش هيقدر يفهم الداتا معناها ايه، لان اما يعمل سنيفنج عليها هو مش هيقدر يفهم الداتا لان هي انكريبتد. الحل بالنسبه له بقى ان هو يخترق اما الراوتر او اما يخترق الاي ال بي سي عشان يقدر يسحب الانكريبشن ديكريبشن كي، او اما انه لان عند النقطتين دول بتتفك تشفيره الداتا او بتتشفر، فمن الحل عنده بقى ان هو ايه يخترق تو بوينتس من دول. طبعا هنا بقى الهاكر بيقابل احتمالات في مدرسة تانية. يعني ايه في مدرسة تانية؟ لان احنا بنتكلم هنا في مدرسة المان ان ذا ميدل اتاك، مان ان ذا ميدل، ان ذا ميدل اتاك، تمام؟ مان ان ذا ميدل اتاك، تمام؟ طب انت لو هتخترق بقى الايه التو بوينتس دول بحد ذاتهم بقى، ده دي ايه مشكله بقى، دي ما جزء انت كده خرجت بره المان ان ذا ميدل اتاك، انت كده بقى هتخترق الاند بوينتس ذات نفسها. يا رب تكونوا فهمتوا موضوع الايه الاس اس اتش. تعالوا اوريكم حاجه كده فور فان. يعني لو انا بصوا يا جماعه، انا دلوقتي عندي دي التوبولوجي، انا هشغل على الفي ام وير عندي مكنه
كالي لينكس تمام على في ام نت 1. اوكي طب انا هعمل الاتي، انا هجيب كده هوست، هوست اوكي تمام هوست اهو، انا هرجعها تاني كده، اجيب هوست تمام، وهوصل الهوست ده بالسويتش. طبعا انا لو الهوست ما ينفعش، لو انا كده عايز اوصل الكالي، الكالي على فيم نت 1، فانا اوصل فيم نت 1 على السويتش مش هيرضى يوصل، مش هيرضى ايه يوصل. طب الحل عندي ان انا اجيب ايثرنت سويتش اها عشان اقدر اوصل من اي في ام نت على الاي او يو سويتش او اي حاجه مرفوعه على ريموت سيرفر يعني. طبعا السويتش ده مرفوع على الجي ان اس اس في ام، طبعا احنا شرحنا في محاضرات الجي ان اس اس 3 في ام نت 1 اها. انا هوريك الاتاك الهجمه بتتم ازاي عشان ما يبقاش ايه، يبقى انت شفت الكلام نظري وعملي. وطيب انا كده يعتبر خلي بالك وصلت ايه في ام نت 1 اهي، انا وصلت في ام نت 1 بالسويتش تمام، فبالتالي اصبح الجهاز ده مع ايه، مع البي سي 1 ده ايه في نفس الشبكه، اصبح معايا في نفس الشبكه. طيب كلام جميل. ممكن انا اوصل، قلت لكم طبعا الموضوع ده قبل كده، ممكن اوصل الراوتر ده، ممكن اوصل الراوتر ده اشغله كبي سي، يعني انا اشغله كبي سي، ما دي شفناها تقريبا المحاضره اللي فاتت، اشغله كده ايه كبي سي. ممكن نعمل ايه تشينج سامبل كده عشان ايه اقنعك ان هو بي سي، اقنعك ان هو بي سي، يعني ان انا هغير الشكل بتاعه كده. ممكن اها مثلا كمبيوتر اها، وادوس كده كليكتين على الراوتر اخليه مثلا ايه فيكتم، اسميه كده فيكتم اها. طبعا انا ممكن اعمل ايه، اكبر التوبولوجي او اعمل زوم اوت بحيث ان الدنيا تكون متظبطه كده معايا. ممكن اعمل ده كده الفيكتم وكليك يمين. طيب نروح الاول على الفيكتم اللي هو بقى ايه، هو راوتر سيسكو عادي جدا بس انا هحوله لبي سي. شفنا تقريبا التقنيه دي ازاي نعمل الكلام ده المحاضره اللي فاتت. يلا نطلع ايه انيبل كومبتي لاين كون زيرو عشان بقى الرسائل السيس لوج مسج ما تلخبطنيش. انترفيس بس تنزلش لزيرو، بما ان انا على راوتر 1 خلي بالكم انا عامل ايه، لو جيت عملت دوش ران سبايب سيكشن اي بي دي اتش سي بي، انا عامل طبعا دي اتش سي بي سيرفر على الراوتر 1 عملناها المحاضره اللي فاتت، فانا هخلي الاي بي ده او الانترفيس فاست تنزل يوصل لزيرو لان الراوتر هنا متصل او البي سي ده بقى متصل على النتورك فاست تنزل يوصل لزيرو، فانا هخليه ياخد اي بي دي اتش سي بي، هعمل اي بي ادرس دي اتش سي بي. الراوتر طبعا لان ليفت لان، انا عامل ليفت لان عامل ايه كونفيجريشن دي اتش سي بي، هو مفترض كده هياخد دي اتش سي بي وبعدين اعمل نو شت داون الاول لان هو بيبقى انترفيس الراوتر مقفول باي ديفولت، فانا هو شت داون اعمله نو شت داون كما نفس الحال كده في الفيلان 1. كبر شويه اهو، خد يا جماعه هو اي بي بيقول لك ايه فاست ايثرنت 0.0 سايند دي اتش سي بي ادرس 192.168.1.11 اوكي. سب الماسك ها 255 255 255 224. تعالوا نفتح الايه الكالي بقى. انا بمنتهى البساطه لو انا جيت عملت تيلنت على 192.168.1.1 من الفيكتم، انا هفتح تيلنت ايه على راوتر داش 1، المفترض ان احنا عاملين الكونفيجريشن بتاعه الراوتر كتيلنت بحيث ان انا جيت كتبت كده اها، المفترض هيفتح الراوتر. طيب ده كلام جميل. طبعا هنا admin 123 at سيسكو نيبل، بعدها نعمل exit، عايز ارجع ايه للبي سي تاني، ممكن اغير كده اللي host name خليه كده مثلا بي سي مثلا اها. طيب انا هخش تلنت بس هعمل اتاك
مان ان ذا ميدل الارب سبوف. اوكي فانا هفتح الكالي، انا قافله طبعا على السسبند، مش قافله باورد باورد اوف، لا انا قافله زي السليب كده. انا فتحت اهو الكالي لينكس، اها تمام. تعالوا بقى نروح ايه بليس، لا مش بليس، نفتح تيرمينال، نقفل ايه التيرمينال دي و نيو ويندو. اها وبعدين نجيب كده اف كونفيج، اف كونفيج ايثرنت زيرو. بصوا هو واخد تقريبا بستاتيك اي بي، طب انا عايز اخليه ياخد دي اتش سي بي بقى، دي اتش سي كلاينت ايثرنت زيرو او دي اتش كلاينت. تمام اف كونفيج ايثرنت زيرو، خد اي بي. بصوا يا جماعه 192.168.1.12 لان 11 خدوا الفيكتيم. طيب لو جيت عملت بينج على 192.168.1.1 ما بي بينج. طيب كلام جميل، انا هعمل امر اسمه ارب سبوف داش اي ايثرنت زيرو داش تي، وهقول للراوتر اللي هو 192.168.1.1 اوكي، هقول له ان الماك ادرس بتاع 1.11 اللي هو الاي بي بتاع الفيكتيم هو انا، هو ايه هو انا. تمام بس قبل ما نعمل الكلام ده تعالوا ايه نفتح نيو ويندو تانية، نعملها كده ايه مينيمايز، هو انا، وبعدين ندوس انتر. طيب وهجيب التيرمينال التانية وهكتب برضه ارب سبوف. انا كده ضحكت على الراوتر وقلت له ان الماك ادرس بتاع 10.192.168.1.11 هو انا اللي هو الكالي لينكس. اوكي وبعدين نروح للراوتر، بعد كده نروح نفتح تيرمينال تانية واضحك على البي سي بقى، ارب سبوف داش اي ايثرنت زيرو داش تي، واقول اضحك على 1.11 واقول له ان الاي بي بتاع ان الماك ادرس بتاع 1.1 اللي هو الراوتر، الماك ادرس على الراوتر ده يا فيكتيم هو انا. كلام جميل، وبعدين نفتح نيو تيرمينال تانية ونكتب فيها ايكو 1 بروكسس نت اي بي في 4 اي بي في 4 اي بي داش فورورد ندوس. وبعدين نشغل واير شارك، واير شارك. اوكي بصوا يا جماعه، لو انا مثلا انا دلوقتي هشغل واير شارك، اللي انا كل اللي انا عملته ده ان انا ضحكت يعني، خدعت الفيكتيم وخدعت الراوتر، حطيت نفسي في نص الكونكشن ما بين الاثنين، وبالتالي اي داتا هتروح من الفيكتيم للراوتر او من الراوتر للفيكتيم هتعدي على الكالي لينكس. اوكي طيب انا كلام جميل، انا هشغل دلوقتي الواير شارك عشان اعمل سنيفنج. انا فتحت الواير شارك اهو، بيقول لي اعمل كابتشر على مين، قول له انا عايز اقول له اعمل كابتشر على ايثرنت زيرو زيرو ايثرنت زيرو، ودوست يعني كليكتين. تمام هعمل كابتشر على مثلا اي حاجه، يعني مثلا هعمل كابتشر على الاي سي ام بي. تمام كده لو انا جيت من الفيكتيم جيت عملت بينج على 192.168.1.1 اها بينج على الراوتر، بس خلي بالكو التفاصيل بتاعت البينج وصلت للكالي، وصلت للايه الكالي اي سي ام بي. تمام طيب لو جيت عملت بقى تيلنت كابتشر على التيلنت، ده الفلتر يا جماعه، ده الايه الفلتر. جيت عملت كابتشر على التيلنت وجيت بقى من الفيكتيم كتبت تيلنت 192.168.1.1 اها وهدوس انتر الادمن. تمام ب 1 2 3 at سيسكو انيبل سيسكو 1 2 3 كونف دي، مثلا هعمل enable secret 1 2 3 at سيسكو مثلا. انا بصوا انا كاني بعمل ايه configuration، بغير configuration يعني، بس بقى enable password no enable password اها، وبعدين هعمل enable password sys enable secret اها. مثلا انا عملت ايه شويه داتا يعني، بعت شويه داتا، عملت شويه configuration على الراوتر اللي هو debugs داش ار داش ار 1، انا داخل عليه منين؟ من الفيكتيم يا جماعه، داخل عليه من الفيكتيم. تمام داخل تيلنت. طيب ادي الداتا، دي الداتا بتاعت التيلنت، كل دي داتا تيلنت. طيب انا هستفاد منها ازاي؟ اعمل كليك يمين على اي باكت منهم، تمام كليك يمين على اي باكت منهم، وبعدين هات فولو تي سي بي ستريم. بصوا يا جماعه
يوزر فيريفيكيشن، يوزر نيم، ادمن. الاي اللي لونها لونها احمر، احمر غامق، دي الداتا اللي انت بعتها، تمام. الاي دي الداتا اللي وصلت لك من الراوتر، الراوتر بيأكد عليك ان انت دخلت ايه. الدي برضو بيأكد عليك انت دخلت دي. الام اذا دخلت، الراوتر بيأكد عليك انك دخلت ام، حاجه كده شبه لان طبعا تلنا دي تي سي بي، ففي اكنولجمنتس. اوكي، الباسورد 1 2 3 ات سيسكو، ادي الباسورد. وبعدين انيبل سيكريت، لما كتبت الانيبل سيكريت، بصوا انيبل سيكريت وصلت لي سيسكو 1 2 3 كونفيتي كده، enable enable secret 1 2 3. بعد كده جاب لك ايه؟ ده جاب لك صفحة الراوتر، ده جاب لك الصفحة، وكأنك انت اللي فيكتيم، بس انت على جهاز الهاكر اللي هو الكالي لينكس، تمام. فطبعا التلنت مشكلة بالنسبة لي، التلنت مشكلة بالنسبة لي. طيب احل بقى القصة دي ازاي؟ بال SSH. تعالوا بقى ننسى التلنت وتعالوا نشتغل على ايه؟ ال SSH. بصوا يا شباب، عشان بس نفهم موضوع ال SSH، انا هحط كده بي سي، وبي سي وده واصل مثلا in some way واصل بسيرفر. ال SSH بيعتمد على الانكريبشن، بس انا عايز اوريكم حاجة. الانكريبشن ليه كذا نوع، الاسيمتريك او السيمتريك. تعالوا كده نخلي الاسيمتريك، السيمتريك كيز، تمام، السيمتريك كيز، والاي سيمتريك، اها، اي سيمتريك كيز، ده نوع وده نوع. طب النوع الاول، النوع الاول الطرفين كل يعني ايه، انت يتم التشفير بين نقطتين، فكل نقطة عندها نفس الانكريبشن ديكريبشن كي، المفتاح اللي هيشفر والمفتاح اللي هيفك التشفير. فلو البي سي عايز يبعت داتا للسيرفر، هيشفر هيشفر بالكي بتاعته، الكي او المفتاح التشفير بتاعه، تمام. يعني بمنتهى البساطه كده هيجي يضيف الداتا زائد المفتاح، تمام، وهينتج بقى عندي ايه، الداتا انكريبتد. السيرفر هيستلم الايه، الداتا المتشفره، وبرده هيعمل كده ايه بقى، داتا متشفره زائد المفتاح ده، خلي بالكم الناحيه التانيه ده انكريبشن، لكن المفتاح ده ديكريبشن. وبعدين هيرد الداتا المتشفره بالمفتاح باكت التشفير الى الداتا ان كلير تكست، فيفهم الجهاز ده هو عايز ايه. خلي بالكم ان انا عندي الانكريبشن كي والديكريبشن كي او السيمتريك كي محطوط عند كلا النقطتين، يعني عند كلا، عند السيرفر وعند البي سي نفس الايه، المفتاح. ولكن ده في مشكله، المشكله ان انا المفتاح ده هبعته ازاي؟ يعني انا لو كريت المفتاح ده على البي سي، طيب كان انا محتاج ابعته للسيرفر، صح ولا لا؟ لو انت بتكلم في سيرفر الفيسبوك، انت بتخش اتش تي تي بي اس، ويعني في شيء، في انكريبشن بيحصل. فالانكريبشن ده هيتم ازاي؟ بالسيمتريك كيز. هو بيتم بالسيمتريك كيز، بس انا عندي مشكله ان انا اللي بيكريت السيمتريك كي او الانكريبشن ديكريبشن كي هو البي سي اللي هو انت. طب انت هتبعته للسيرفر ازاي بحيث انك تفهم السيرفر لو الداتا وصلت لك بالانكريبتد فكها بالمفتاح ده، ولو انت سيرفر عايز تبعت لي داتا شفر بالمفتاح اللي معاك، لانه بيعمل تشفير وفك تشفير، وانا برضو هفهم، لان المفتاحين كده بقوا ايه، اصبح يعني انت مفتاح عندك موجود في حته، هتنقله الناحيه التانيه ازاي؟ ما هو انت يعني سيرفر الفيسبوك، انت مش هتروح تعمل المفتاح هنا وهتروح تعمل المفتاح هناك، صح ولا لا؟ فالمشكله لو انت بعت المفتاح والهاكر عمل له سنيفينج، طبعا ايه، يعمل له، يقدر يعمل له سنيفنج بالايه، بالواير شارك، لو معاه المفتاح ويقدر يعمل له سنيفنج بالواير شارك، خلاص انا كده كده السيشن بالنسبه له بقت ايه، مقريه، لان هو معاه مفتاح فك التشفير. طب انا هنقل السيمتريك كي من نقطه لنقطه ازاي؟ بواسطه الاي سيمتريك كيز. تعالوا بقى نشوف الاي سيمتريك كيز بتتم ازاي، وايه فايدتها في السيمتريك كي. طيب يعني بتساعد ازاي في نقل السيمتريك كي باسلوب باسلوب ايه، امن. بمنتهى البساطه السيرفر انا بكرييت عليه سيرتيفيكت. على فكره اي سيرفر يا جماعه اللي اشتغل حتى في تصميم مواقع والهوستنج والكلام ده كله، اي سيرفر عشان شغاله اتش بي اس لازم تكرييت له سيرتيفيكت او سيرتيفيكت اوثوريتي. بتروح لشركه من شركات متخصصه في كرياته السيرتيفيكيشنز زي او سيرتيفيكتس زي شركه جودادي. عندك كده يعني، عندكم كده ايه، شركه بتقول له انا عايز اعمل سيرتيفيكت اس اس ال، تمام،
عايز اعمل سيرتيفيكت اس اس ال. وبعدين يقول لك اوكي، طب البيانات بتاعت الشركه بتاعتك ايه، الدومين بتاعكوا ايه، دومين الموقع، الكلام ده كله. فبتملى البيانات بتاعتك كلها، وبعدين بيكريت لك سيرتيفيكت. السيرتيفيكت دي بيبقى عليها مفتاحين، مفتاح برايفت كي، مفتاح اسمه بابليك كي، مفتاح اسمه برايفت كي، ومفتاح اسمه بابليك كي. تمام، كلام جميل. البرايفت كي بيكون سيتل داون على السيرفر، يعني مستقر على السيرفر، ما بيطلعش للسيرفر. في حالة ان جهاز عايز يفتح سيشن مع السيرفر، السيرفر بيقوم باعت له البابليك كي. هو بالمناسبة البابليك كي بيعمل ايه والبرايفت كي بيعمل ايه؟ البابليك بيعمل انكريبشن، البرايفت بيعمل ديكريبشن. بس خلي بالكو، البابليك يعمل انكريبشن، تمام، وما يفكش تشفيرة البابليك الا البرايفت بتاعه. تمام كده. تاني، البابليك بيعمل انكريبشن وما يفكش تشفير البابليك الا البرايفت بتاعه. طب البرايفت بتاعه فين؟ ما هو البرايفت موجود على السيرفر. في السيرفر بقى لو حب حد يفتح كونكشن معاه، بيبعت للجهاز، الجهاز ده مثلا البابليك كي، بيبعت له الايه، البابليك كي. طيب كلام جميل. الجهاز الداتا بتاعته، خلي بالكوا بقى، دلوقتي الجهاز اما يستلم البابليك كي بيجنريت حاجه اسمها السيشن كي. ايه هي السيشن كي؟ السيمتريك كي، المفتاح اللي هيتم بيه تشفير السيشن المفتوحه ما بين الجهاز والسيرفر. كلام جميل. فالجهاز بيبقى عنده سيشن كي، بس المشكله ده ايه؟ السيشن كي ده بيعمل انكريبشن وديكريبشن، فده المفتاح يا جماعه اللي احنا عايزين ننقله من البي سي للسيرفر. طيب كلام جميل. هنا الجهاز هيمسك السيشن كي وهيشفرها بواسطه البابليك، يعني هيشفر، يبقى يعني هيشفر ايه ده السيشن كي، هيشفرها بواسطه الايه، البابليك كي، هيشفرها. تمام. فيسمى الناتج، فطبعا السيشن كي هي اساسا انكريبشن كي او انكريبشن ديكريبشن كي، فطبعا ناتج التشفير بتاعها بيبقى اسمه ايه، انكريبتد انكريبشن ديكريبشن كي. انكريبتد لان هي متشفره بالبابليك كي، ولان اسمها انكريبشن ديكريبشن كي فتبقى اسمها انكريبتد انكريبشن ديكريبشن كي. طيب فالجهاز بيبعت السيشن كي الى ايه، المتشفره بواسطه البابليك، الى ايه، السيرفر. هنا سؤال، تقول لي يا باشمهندس افرض مش السيرفر بيبعت البابليك كي الى الجهاز، اقول لك تمام حلو صح. طب هتقول لي افرض ان الهاكر عمل سنيفنج وسرق البابليك كي، تمام كده، وعمل سنيفنج وسرق الانكريبشن انكريبتد انكريبشن ديكريبشن كي. طب ما هو كده هيقدر يعرف السيشن كي، فكر فيها، تفتكر هيقدر يعرف؟ ايه الاجابه؟ لا. ليه؟ لان قلت لك هي متشفره، السيشن كي دي متشفره بايه، بواسطه البابليك كي، والبابليك كي ما يفكش التشفيره بتاعته الا الايه، البرايفت كي. فعشان الهاكر يقدر يفك تشفيره اي حاجه بابليك كي، لازم يجيب البرايفت كي بتاعت البابليك دي، لازم يجيب الايه، البرايفت كي بتاعت الايه، البابليك دي. فطبعا انا كده وفرت عنصر امان في نقل السيشن كي او السيمتريك كي او الانكريبشن ديكريبشن كي من النقطه من السورس الى الايه، الديستنيشن، او من نقطه الى نقطه بواسطه الايه، الاي سيمتريك كي. طيب هنا ممكن تسالني سؤال، تقول لي يا باشمهندس طب هو ليه البي سي، تمام، ما يعتمدش خلاص بقى طالما في بابليك وبرايفت، انا ليه ما تشفرش السيشن بتاع السيشن، الداتا اللي بتروح من السيرفر من الجهاز للسيرفر تتشفر بالبابليك كي، وطالما الجهاز كده عنده البرايفت، السيرفر عنده برايفت كي، يفك الشفره بتاعت البرايفت كي، هي لازمه السيشن كي ما يعتمدوا على البابليك والبرايفت. طيب هنا في سببين، ما ينفعش اعمل القصه دي لسببين. السبب الاولاني ان البابليك والبرايفت كي، ان الجهاز في حالة انه هيشفر كل مرة بالبابليك كي، البابليك كي بيلود على بروسيسور، بيلود على البروسيسور، بيحتاج بروسيس عالي قوي لانه مفتاح تشفير معقد غاية في التعقيد. تمام كده. فالبي سي بيستخدمه مرة واحدة بس، البي سي بيجنريت، يا جماعة خلي بالكم، الويندوز عندك بيجنريت السيشن كي، الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه بيجنريت ليك السيشن كي، بيجنريت السيشن كي بناء على الريسورسز بتاعت الجهاز. انا دلوقتي هشفر التشفير ده يا جماعه، مش محتاج معالجه بيانات، يعني محتاج، يعني كل ما المفتاح يبقى معقد عندي وهضطر ايه من الاخر اهايبر الداتا واغير شكلها، وكل ما هغير شكلها لشكل اعقد فانا محتاج بروسيسور اعلى. طب كلام جميل. فانا طبعا الويندوز عندك الاوبريتنج سيستم اللي انت بتشتغل عليه هو اللي بيجنريت السيشن كي بناء على الريسورسز المناسبه، يعني بيجنريت السيشن كي المناسبه ليه. اما البابليك، البابليك قوي، البابليك
عشان يشفر محتاج ريسورسز قويه، فالجهاز بيستخدمه مره واحده بس في السيشن، وبعد كده خلاص بيبعت السيشن كي، السيرفر يستلم السيشن كي اللي متشفره تمام، وبعدين يفك التشفيره بتاعتها وهوب بينتج له الايه المفتاح، ويبقى كده الايه السيشن كي بقت موجوده هنا وبقت ايه موجوده هنا. طب ده كلام جميل، فده اول سبب. تاني سبب، طيب انا دلوقتي حليت اشكاليه، لو انا بفرض ان انا عملت اللي انت فعلا سالتني فيه وقلنا اوكي انا اوكي انا هستند على البابليك برايفت، البابليك برايفت، فطب انا كده حليت مشكله التشفير من الايه من البي سي للسيرفر. طيب بكلام جميل، لو السيرفر عايز يبعت للبي سي هيبعت له ايه؟ انكريبتد. هتقول لي ماشي، طيب هيبعت له انكريبتد، هيشفره بايه؟ انكريبتد داتا، فهيشفره بايه؟ بالبابليك. طيب هتقول لي ماشي، طب الجهاز هيفك تشفيره البابليك ازاي؟ هتقول لي بالبرايفت. اقول لك طب ما هو البرايفت موجود على السيرفر، يبقى انت كده محتاج تنقله لايه؟ محتاج تنقله على ايه؟ البي سي، صح ولا لا؟ محتاج تنقل البرايفت، يبقى البرايفت موجود هنا وهنا. كلام جميل، طب هتنقل البرايفت إيه؟ ازاي؟ افرض الهاكر جاي عمل سنيفنج ليها. هنا بقى تنتج الايه؟ هنا تنتج برضه ده السبب التاني، فما ينفعش طبعا، ما ينفعش القصه دي. طيب ده كلام جميل. طبعا في هنا تساؤل، واحد ممكن يقول يا باشمهندس طب انا لو عندي داتا انكريبتد بالبرايفت تمام؟ ممكن تتفك؟ يعني انا ممكن اعمل لها يعني ايه ريفرس انجينيرنج ماثيماتيكال اوبريشن، يعني عمليه ايه رياضه عكسيه او تشفير عكسي، ممكن الداتا دي ارجعها للكلير تكست بتاعتها او الكلير فورم بتاعتها من غير ما يبقى معايا البرايفت تمام؟ ايه الاجابه؟ لا. ايه الاجابه؟ لا. تمام، هتقول يا باشمهندس بس في تشفيرات كتير بتتفك، يعني اتفكت لعكس الايه يعني في يعني في الجوريزمس اتفكت، يعني انا جبت داتا في الجوريزمس شفرت لي مثلا داتا، وقدرت طبعا ايه بشويه بقى باعتماد على البروبابيليتي وعلم الاحصاء والرياضه والكلام ده كله قدرت اردها ايه للاصل بتاعها. اقول لك لا، بس في البابليك برايفت كي، البابليك برايفت كي معتمد على تقنيه الديفي هيلمان. الديفي هيلمان ده الجوريزم رياضي حطه عالمين اسمه ديفي، واحد اسمه ديفي وواحد اسمه هيلمان، عملوا اسلوب تشفير او ابتكروا الجوريزم رياضي تمام كده، يعني الجوريزم رياضي للتشفير الذي لا يقبل التشفير العكسي. يعني ايه الذي لا يقبل التشفير العكسي؟ يعني جاب لك الجوريزم 1 وقال لك الجوريزم 1 ده لو ضفت عليه الداتا تمام هيحوله لايه؟ لاكس. طيب كلام جميل، طب انت لو معاك اكس حلو كده، عايز ترجعها لايه؟ للداتا. عايز ترجعها لايه؟ للداتا. طب انت عشان تحول الاكس للداتا هتعمل هتنفذ عليها عملية ايه؟ الجوريزم 2. فده البابليك وده البرايفت، يعني قال لك ايه ده قوة على فكرة التشفيرة بتاعت ديفي هيلمان، ان انا عشان عندي داتا عايز تشفرها تحولها بقى لصيغة الداتا متشفرة الاكس هتعمل عليها عملية تشفير بواسطة الجوريزم 1. طيب لو الداتا متشفرة معاك وعايز ترجعها الى الداتا بتاعتها الصورة الاصلية بتاعتها، فانت هتضيف هتعمل عليها عملية تانية خالص مختلفة على الجوريزم 1 اسمها الجوريزم 2 تمام كده. فطبعا هي الامر اشبه بما ان كده اكس مثلا بلس 6 ايكوال 3 ايكوال 10 تمام، فالمفترض ايه انا دلوقتي دي التشفيره بتاعتي اكس بلس 6 ايكوالز 10، فدي الداتا متشفره. طب انا عايز اردها لاصلها، يبقى الاكس بتساوي ايه؟ الاكس بتساوي 10 ماينس 6 هتساوي ايه؟ 4. اوكي، فدي الداتا الغير متشفره. هي مش كده، هي مش بنفس الكونسبت ده، مش بنفس الايه الكونسبت ده. طيب ده كلام جميل جدا. That's all about ال encryption بالسيمتريك والاي سيمتريك كي. ال SSH بقى بيعتمد على زي ما انا قلت لكم السيمتريك والاي سيمتريك. انت البي سي لما يجي يخش على الراوتر عندك، لما يجي يخش على الراوتر عندك الراوتر بيبعت له بابليك كي، الجهاز بتاعك بيجنريت سيشن كي وبيشفرها بالبابليك كي، وبعد كده يبعت للراوتر ايه الانكريبتد انكريبشن ديكريبشن كي، وبعد كده الراوتر يقوم فاكك الانكريبشن ديكريبشن كي بواسطه البرايفت كي، ويصبح السيشن كي موجوده على الايه الناحيتين، وبالتالي الداتا بتكون سكيورد وانكريبتد، وبالتالي اي حد لو جه عمل سنيفنج مش هيقدر يعمل سنيفنج تمام. طيب ده كلام جميل، تعالوا نشوف ازاي نعمل ال SSH. اول حاجة احنا مطالبين بيها، اول حاجة احنا مطالبين بيها ان احنا نجنريت السيرتيفيكت تمام كده. طيب ده كلام جميل،
واجنريت البابليك برايفت كي. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه، انا دلوقتي على الكومبيك تي، اول حاجه لازم اكريت اي بي دومين نيم. اي بي دومين نيم مثلا هسميها ديباجز داش اي جي اي جي دوت كوم. اها طيب كلام جميل. ولازم يكون طبعا يعني مبدئيا كده لازم يكون في اي بي دومين نيم تمام، وهوست نيم تمام. فانت دلوقتي الهوست نيم عندك ديباجز داش ار داش 1، يعني اتاكد ان انت مكريت هوست نيم، متاكد ان انت مكريت اي بي دومين نيم. ثم بعد ذلك هنبدا نكرييت السيرتيفيكت. بس قبل ما كرييت السيرتيفيكت لازم برضو تكريت لك يوزر نيم وباسورد. فانا مثلا هكريت لي يوزر نيم هسميه مثلا احمد سيكريت يوزر نيم اكونت يعني تمام، اللي احنا خدناه المحاضره اللي فاتت مثلا سيكريت سيسكو. اها تمام. ليه؟ خلي بالكو التلنت، انا ممكن التلنت اخش بالانثنتيكيشن مره بالباسورد، يطلب مني باسورد بس، او اما اني اخليه يطلب مني يوزر نيم وباسورد. لكن الاس اس اتش لا، لازم يطلب مني يوزر نيم وباسورد، ما بيطلبش باسورد بس. تمام طيب ده كلام جميل. يوزر نيم احمد سيكريت سيسكو. ثم بعد ذلك هكرييت بقى الايه، مفتاح، المفتاح بتاعي او البرايفت بابليك كي، او كرييت السيرتيفيكت بتاعتي كريبتو كي جنريت ار اس اي. الار اس اي ده اسلوب التشفير، ده ان شاء الله هنشرحه في الفي بي ان، هنشرحه في يعني هنشرح كده محاضره الفي، في محاضره الفي بي ان هنشرح الكريبتوغرافي ار اس اي تمام. ممكن مودلز، مودلز حدد الايه السايز بتاعت الكي. السايز بتاعت الكي كل ما بتزيد كل ما بيزيد قوة التشفير، هي بالبت، خلي بالكو هي بالبت تمام. طيب ده كلام جميل. انا مثلا هخليه 1024 وهدوس انتر تمام. طيب ده كلام جميل. انا بقى هستنى لحد ما يجنريت الكي، وهنا هشرح او يجنريت السيرتيفيكت، يعني جنريت البابليك والبرايفت كي. بس هنا هشرح ملحوظة مهمة جدا، لو الكي عندي مثلا 256 اوكي مثلا، فالتشفيره بتاعتها، التشفيره بتاعتها بتساوي مثلا اكس. طيب ده كلام جميل جدا. لو انا عندي خليتها 257 مثلا، 257، فقوه التشفيره هل هتكون اكس بلس 1؟ ها فهمتوا الفكره؟ هل يعني قوه التشفيره بتاعت ال 256 اكس؟ طب هل لو خليتها 257 بت، الكي السايز بتاعه خليته 257، هل قوة التشفيرة هتكون اكس بلس 1؟ لا، قوة التشفيرة هتكون 2 اكس. يا جماعة لو ان 257 بيبقى ضعف ال 256، ضعف التشفيرة، يعني ضعف قوة التشفيرة. يعني لو انا عندي 256 و 512، يعني كي السايز بتاعه 512 بت، وواحد تاني 256 بت، فال 512 التشفيره بتاعته 256، قوته 256 ضعف ال 256. فهمتوا الفكره؟ يعني 256 ضعف ال 256 اوكي. فانا كل ما بزود بت كل ما بزود ضعف 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 وهكذا اوكي. فاتمنى كل الملحوظه دي مفهومه. طيب هنا هو خلاص، خلي بالكم بصوا، اول ما عملت بيقول لي اس اس اتش انيبلد، خلي بالكم الاس اس اتش دي فيرجن 1 وفيرجن 2 تمام. طيب انا بعدين هعمل ايه، اس اس اتش، انا هفعل بقى الاس اس اي بي اس اس اتش فيرجن 2. ممكن ايه، ممكن فيرجن كده كليك شيفت علامه استفهام 1 ولا 2؟ لا انا شغل 2، هو اوريدي باي ديفولت على فكره ايه، عمل انيبل لاس اس اتش 1.99 يعني فيرجن 2 تمام. بس في كلا الاحوال في راوترات ان انت وانس ان انت كاريت الكي بتاعتك او السيرتيفيكت بتاعتك مش بيفعل الاس اس اتش باي ديفولت على طول، فانت تحتاج تدخل اي بي اس اس اتش فيرجن 2. خلي بالكو ان انا بيقول لك ذا نيم فور ذا كيز، بعد ما دخلت كريبتو كي جنريتورز مودلز 1024 ويل بي ديبجز داش ار داش 1. عشان كده قلت لك لازم يكون عندك هوست نيم تمام كده، وابعد عن الهوست نيم اللي اسمها الراوتر او السويتش. اي هوست نيم اسمها كده راوتر بس او سويتش بس مش هيقبلها تمام، مش هيقبلها، هيقول لك اللي بعد اذنك كريت لي هوست نيم تمام. طيب ديباجز داش ار داش 1 دوت الدومين نيم بتاعك، الايه الدومين نيم بتاعك. طيب ده كلام جميل، اي بي اس اس اتش فيرجن 2. طيب يبقى الاول لازم تعمل هوست نيم، ثم تعمل دومين نيم، ثم تعمل اكونت يوزر نيم، يوزر نيم وباسورد. ده بقى ايه، تعمل يوزر اكونت. رابع حاجه تكريت السيرتيفيكت بتاعتك، تانيبل الاس اس اتش فيرجن 2. ثم تخش بقى على ايه، لاين في تي واي من 0 لكام، 1800 مثلا 69 المفترض كده اخرها.
او ممكن تعمله من 0 ل 4 ايا كان. لو عملته من 0 ل 4 يعني اول 4 سيشنز او اول 5 سيشنز اعرف اشغل عليهم الاس اس اتش، ثم هتعمل لوجن لوكال، لوجن لوكال عشان يطلب الايه اليوزر نيم والباسورد، ثم ترانسبورت انبوت. تعالى شفت على استفهام ممكن اول ترانسبورت انبوت اول. خلي بالكم الفي تي واي يا جماعه ده المسؤول عن اي حاجه ريموت، تمام كده؟ فانا ممكن اخش ريموت فيا مثلا الاي اس دي ان something like كده الايه ان انت تخش حاجه تبع الفون لاين يعني، تمام؟ يو دي بي يو دي بي تونل تيلنت اس اس اتش الار لوجن، طب تيلنت وفي اس اس اتش تمام كده، تي سي بي اي بي اس اس اتش بروتوكول تي سي بي اي بي تيلنت بروتوكول. طيب انا ممكن اعمل اول، اول يعني هيشغل لي التيلنت والاس اس اتش تمام. طب لو جيت عملت اس اس اتش، لو جيت عملت اس اس اتش انبوت اس اس اتش ترانسبورت انبوت اس اس اتش، يبقى انا كده عملت من الاخر كده قفلت التلنت. فده ريكومندد يعني كسكيورتي اتس ريكومندد ان كده ايه، انا كده يعتبر شغلت الاس اس اتش، عملت الاو للاس اس اتش وبس، واي حاجه فيما عدا الاس اس اتش هتكون بلجد. او ممكن اعمل ايه اس اس اتش تلنت، ها تمام، او ممكن اعمل ار لوجن برضو معاهم يعني كده. انا عملت ايه استثناء لدول يعني، مثلا ار لوجن الاس اس اتش تيرنت بس والباقي كله بلوكد، لكن انا لا انا عايز اخليها اس اس اتش بس. ممكن تعالى نعمل دوش وران بايب سيكشن لاين في تي واي من 0 مثلا ل 4، ولا هيطبق من 0 ل 4 هيطبق من اول 5869 اوريدي، اتكلمنا في الملحوظه دي قبل كده. لوجن لوكال ترانسبورت انبوت اس اس اتش، طيب كلام جميل. انا كده خلصت كونفيجريشن اس اس اتش. تعالوا من ايه تاني، من 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 الفيكتم تمام. بس انا هروح على الكالي، كالي اتحط وضعيه السليب، الباسورد بتاعت الكالي تور. اها اوكي نروح هنا كلوز ونعمل SSH كده ايه نكابتشر اي داتا SSH تمام، ونروح للفيكتم. اها نروح للفيكتم وبعدين نعمل كده SSH 192.168.1.1. خش على الراوتر SSH، الباسورد. اها ايه ده طلب الباسورد، المفترض ال SSH يطلب يوزر نيم باسورد، بس anyway الباسورد ماشي 123 at Cisco. ها 1 2 3 at Cisco. في مشكلة هنا. انا داخل اصلا تلنت على الديباجز داش ار داش 1. اها طيب كلام جميل. طيب اس اس اتش 192.168.1.1 no user specified not available for SSH client. طيب ممكن نعمل SSH dash L dash L dash L، هنا حدد ال user name اللي انت هتخش بيه اسمه احمد تمام. اوكي dash V انت هتخش SSH مثلا version 2 192.168.1.1. اها الباسورد، الباسورد سيسكو. اها دخلت اهو unauthorized access is prohibited enable. خش هنا بقى نكتب ايه enable. اوكي سيسكو 1 2 3 لا 1 2 ماشي 1 2 3 at cisco. اها تمام. طيب تعالوا نرجع، ادي ده ال SSH SSH version 2 اهو. لو جيت عملت كليك يمين follow، ممكن follow TCP stream او ممكن تطلع كده analyze follow TCP stream. اها ادي يا جماعه ال configuration، بصوا اعتماد على DV Hellman dash group 1 DV Hellman SSH RSA. اها معتمد على تشفيرة AES 128 لا مش معتمد على ده هنا، ما اقصدش الكلام ده كله، بس anyway بصوا دي داتا متشفره. فطبعا عملت بقى ايه سنيفنج عليها، انا كده كده مش هفهم بالداتا دي معناها ايه. طيب ده كلام جميل جدا. بس كده ده تقريبا ده المطلوب اللي احنا نشغل الاس اس اتش. بس تعالوا بس برضه نتاكد من الريكويرمنتس بتاعت الايه اللاب.
configure or just want to so PC1 and PC2 can log to it using SSH. طيب خلاص احنا كده ظبطنا كده ال SSH على R-DASH1. ال IOU مش supported عليه ال SSH، يعني انا السويتشات دي متضافه ايه بال IOU، طبعا دي مش supported عليها ال SSH، عشان كده اشتغلت على راوتر سيسكو على ال GNSS3. تعالوا بقى ايه نشتغل على ال Challenge Test. بيقول لك what is the command for authenticating user local account، ايه الامر اللي انا بدخله عشان يوثنتيكيت وذ اليوزر اكونت هو اللوجن لوكال. ها which command is used for enabling only SSH for PTY connections, transport input all ولا transport input SSH ولا transport input telnet ولا no transport input telnet؟ لا transport input SSH. لو جيت عملت no transport input telnet هيقفل telnet بس، لكن باقي ال connections هتكون شغالة، لكن هو بيقولك enabling only SSH. طيب في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن configuration ال SSH، اتكلمنا عن symmetrical asymmetric keys وال encryption بشكل عام، واتكلمنا برضو خدنا كده ايه هجمة مختصرة كده اسمها ال ARP spoof. طبعا دي هجمة من هجمات ال man in the middle attack، حطيت نفسي في نص ال connection ما بين ال victim وما بين ال router، وعملت سنيفنج للداتا التلنت، وحلينا التشالنجنج لاب داش 2، وحلينا التشالنجنج تيست. انا اعتبر خلصت. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.